السلطات المحلية قاعدة تدخن في مكتتبين البيا بلدية عنابة باه يخليونا ديما معلقين. احنا يا ربي كاينة 200 رقبة اللي عندها الحق قانونيا باش يديه ولاد عنابة، وهم قاعدين يقولوا لنا 6600 رقبة ما كانش منها، هما بالذمة قاعدين يدخموا باش يحطوا عليهم وحبابهم والناس اللي قاعدين يرشوا عليهم. كاين قائمة تاع 122 لأعدها المقاول العقاري وهي غير قانونية، قال لك هذيك ما نخافوش فيها ربي. بصح القائمة تاعك ما نخافوا فيها ربي، ومشنا مروحين وراح نساعدوا الاحتجاج وراح نديروا إضراب عن الطعام، ولكن ما استجابوش راح نزيدوا نقفلوا الطريق ونديروا أمور أكثر وأكثر. اليوم رانا مطالبين حقوقنا كاملة، والسيد سيدي عيسى هذاك راهو حق اي واحد عنابي.